السلام عليكم، هذا شرح لتركيب برامج بلاس على الآيفون إصدار الجهاز 10.2.1. هذا إصدار الجهاز. كل المطلوب إنك تنزل بس برنامج، بحط لكم الرابط للبرنامج في الديسكريبشن، وبعدها تحمل وتسوي له وثوق وابحث عن أي برنامج تبغاه واستخدم. طيب مثل ما تشوفون أنا منزل عندي اللي هو اليوتيوب، وعندي هذا حق التسجيل، وهذا هو البرنامج اللي راح ننزله من الرابط. سهل الاستخدام وراح اوريكم اياه بعد ما تثبت. طبعا الموقع اول ما تدخل راح يعرض لك اياه بهذا الشكل. في عندك قسم الاي او اس وقسم الاندرويد، ما يهمنا قسم الاندرويد، روح على الاندرويد على كيفهم. في الفي اي بي، في الريجولر، الفرق بينهم طفيف بس في الشهادات. الريجولر يقول لك ممكن انه ينتهي او يصير عطب في البرنامج على حسب كلام الموقع، او اذا تبغى تشترك ب10 دولار شي راجع لك. تروح على الريجولر وتختار الداونلود ناو. عقب ما تسوي داونلود ناو ينزل عندك البرنامج على الشاشة. كل المطلوب منك تروح انت على الاعدادات عام، وتنزل تحت عندك ادارة الجهاز، تسوي له وثوق. بعد ما تسوي وثوق خلاص راح يشتغل عندك البرنامج طبيعي. هذا واجهية البرنامج، يفتح معاك، ابحث عن اي شيء تبغاه. مثل انا اللي بحثت عن استخدمت بس اليوتيوب، احتاج لليوتيوب مثل ما انتم شايفين. جربت ابحث عن اشياء ثانية لكن ما تهمني، هذا اليوتيوب. يوتيوب منزل عندي. لو اخترنا انستغرام، سوي بحث، راح ينزل انستغرام بلس بلس، وكلهم نفس النظام. عقب ما تنزل البرنامج نفس الحركة، تروح للإعدادات وتسوي لها وثوق من عام، بعدين تروح حق إدارة الأجهزة وتسوي لها وثوق. مثل هذا أنا سويت له وثوق، هذا حق اليوتيوب والإيرشو. أتمنى يكون الشرح سهل وبسيط وما طولنا عليك.